السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنشرح شابتر 3 في جريد 3 ثيم 3. احنا نظامنا كالتالي، ان احنا بنشرح من كتاب المعاصر بلس كمان ان احنا بنجمع كل البوينت المهمة بعد كل شابتر على هيئة بوينت كده في البي دي اف، فاحنا بنجمعه هتلاقيه في لينك التليجرام اللي موجود تحت وصف الفيديو. بينزل عليه كل الدروس وبينزل عليه كمان البي دي اف، وكمان بينزل عليه الكتب الخارجية تمام على هيئة بي دي اف. دي حاجة. الحاجة التانية، لو انت حابب تتواصل معايا هتلاقي برضه تحت وصف الفيديو لينك صفحة الفيس، وبرضه تحت وصف الفيديو لينك قائمة التشغيل، هتلاقي ان الدروس مترتبة بالترتيب الصحيح. تمام، تعال نشوف هنا اول حاجة. ليسون 1 بيتكلم عن ايه؟ ادم ايه ساك؟ يعني ادم ايه؟ ادم عيان، ساك يعني مريض. ماشي، read the stories and answer the questions. هنقرا الستوري دي وبعد كده نجاوب ايه؟ نجاوب على الاسئلة. تمام، بيقول لك هنا ايه؟ when ادم woke up he felt tired and has a sore throat. يعني ايه؟ يعني اول ما ادم مصحي الصبح لقى نفسه ان هو تعبان. ماشي، تمام، عنده وجع في ايه؟ throat، يعني اللي هو وجع في الزور. ماشي، his mother noticed that so he felt his head and said son you feel a little warm. بدأت ان الام لاحظت ان هو tired، فلقيت ايه؟ حطت ايديها على راسه. ماشي، ولقيت ان هو ايه؟ warm. يعني ايه warm؟ يعني دافي. ماشي، بعد كده Adam's grandma looked at him and she also noticed that she was tired. She said if your throat hurts you should drink some warm tea. نقف لغاية هنا. grandma اللي هي الجدة، ماشي، لاحظت برضو ان Adam tired، ان هو تعبان. تمام، أول حاجة الاقتراح اللي اقترحته الجراندما، قالت له إن هو إيه؟ you should drink some warm tea، إن هو يشرب إيه؟ يشرب حاجة سخنة. تمام؟ نلونها كده عشان دي هنحتاجها. يبقى أول حاجة الجراندما قالت له إيه؟ يشرب حاجة سخنة. تمام، بعد كده it will make you your throat feels better. I can make you some if you like. تمام، بتقول له ايه؟ بتقول له ان ده ممكن يحسن من، يعني يحسن، يعني يحسن من صحتك شويه لو انت شربت ايه؟ حاجه سخنه. تمام، بعد كده راح ادم قال لها ايه؟ I don't know grandma, I don't like the taste of tea. ادم said. تمام، هو قال لجراندما انا مش عارف بالظبط، بس انا مش بحب طعم الايه؟ طعم الشاي. ماشي، بعد كده is there anything else I can do to feel better? Adam asked. بيقول ايه؟ بيقول في حاجة ممكن اقدر اعملها عشان اشعر بتحسن؟ راح بعد كده ايه الام بتقول؟ yes son I will use a cold towel on your head to reduce the temperature of your body. Adam's mother said. يعني ايه؟ الام راحت اقترحت اقتراح. ماشي، يبقى احنا كان عندنا اقتراح تاني. ايه الام قالت ايه؟ ان هي تحط على راسه cold towel. يعني ايه towel؟ اللي هي المناديل المبلله، هتحطها على راسه كده عشان ايه؟ عشان ان هو reduce يعني decrease، عشان تقلل من درجه حراره جسمه، لان هو جسمه ايه؟ جسمه warm. تمام، يبقى احنا كان عندنا اول اقتراح من الجراندما قالت له ايه؟ قالت له تشرب حاجه سخنه. ماشي، you should drink some warm tea. ماشي، تمام. تاني اقتراح للماذر قالت له ايه؟ ان هي تحط على الهيد بتاعته cold towel ليه؟ to reduce the temperature of your body. ماشي، تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه؟ during the conversation between Adam and his mother a commercial come on the TV. The commercial was talking about a medicine for fever, headache and body hurts. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك ان من خلال المحادثه ما بين ادم وما بين مامته، ماشي، ظهر على التلفزيون كوميرشال. كوميرشال يعني ايه؟ اعلان. ماشي، الاعلان ده كان بيتكلم عن ايه؟ الميديسن، عن دواء. ماشي، اعلان كده بيتكلم عن دواء. ماشي، ان الدواء ده يعني الدواء ده بي بي انه ان الدواء ده للفيفر، الناس اللي عندهم حمى، والناس اللي عندهم هيدك اللي هم الناس اللي عندهم صداع، والبادي هارتس اللي هو اللي جسمهم بيوجع. يعني اللي ياخد الدواء ده اللي عنده فيفر او اللي عنده هيداك او عنده ايه؟ بادي هارتس. تمام، ماشي، اعلان كده ظهر على التلفزيون. تمام، طيب انا عندي كلمه هيداك يعني معناها صداع. ماشي، هيد اصلا معناها راس، لما احط المقطع ده هيداك معناها صداع. طب لو انا ايه؟ انا عارفه اصلا كلمه ستومك
يعني ايه معنى، صح؟ تمام. لو حطيت كلمة stomach وحطيت لها كلمة a، يبقى stomach stomach معناها ايه؟ معناها برضو ان هو عنده ايه؟ عنده وجع في بطنه، ماشي؟ يبقى انا عندي headache، headache معناها ايه؟ عنده ايه؟ عنده صداع، خلاص؟ تمام. بعد كده بيقول ايه؟ تمام. Adam asked his mother if they had the medicine advertised in the commercial. It just told me it will make me fever go away. It probably works better than a cold towel, mom. I don't like putting a cold towel on my hand, my head. It gets me all wet. Mother Adam said. يعني ايه؟ هو دلوقتي كانوا بيتكلموا عن الاعلان، وبعد كده ايه، فمامته بتقترح، اللي هي مش هي اقترحت عليه ان هو يحط على راسه اللي هو الكولد تاول، صح ولا لا؟ تمام. بس ايه، بس ادم ما عجبوش الاقتراح ده. ليه؟ لان هو لو حط المناديل المبلله دي على راسه هتخلي جسمه وات. وات يعني ايه؟ مبلل، ماشي؟ فدي فكره مش كويسه بالنسبه له. فبعد كده راحت الام بتقول ايه، No son, I don't like that type of medicine. It makes you feel too drowsy, Adam mother said. يعني ايه الكلام ده؟ هو كان بيقترح عليها ادم ان لو العلاج اللي هو اللي ظهر في التلفزيون اللي هو الكوميرشال ده هيحسن من صحته، مفيش مشكلة ان هو ياخده، ماشي؟ بس راحت الام قالت له ايه؟ قالت له لا، I don't like that type of medicine. ما حبتش اللي هو الدواء اللي ظهر في التلفزيون ده. ليه؟ لان هو قالت ان هو ممكن يخليك دراوسي. يعني ايه دراوسي؟ ان انت هتخليك تشعر بالنعاس، ماشي؟ ده مين اللي بيقول كده؟ اللي هي الام. The commercial don't say that mom, Adam said. بعد كده ادم، You must know the commercials should not be considered as only providing facts. يعني ايه؟ يعني مش ما... م... بتقول له مش اي حاجه تظهر على التلفزيون، اعلان مثلا عن برودكت معين نصدقها، ماشي؟ دي مش حاجه صح، لان مش ممكن، يعني ممكن بنسبه كبيره جدا اللي بيقولوه على التلفزيون ما يبقاش حقيقه، صح ولا لا؟ فما ينفعش ان اي حاجه بتظهر على التلفزيون كوميرشال، اي حاجه عن اعلان معين مثلا البرودكت معين، ما نصدقها، لا غلط، فولس. تمام. بعد كده بيقول لنا ايه، ادمز داد بقى جه، came to check on him and said you don't look so good son, I think you need more than a cold towel for your fever or a warm tea for your sore throat, ماشي؟ You should take him to the doctor if this fever is not gone by the evening. The doctor will know how to make Adam feel better. Adam's father said to the mother. يعني ايه دلوقتي؟ الاب جه وراح عمل له تشيك، ان هو بدأ يفحص الهيد بتاعته، فلان هو ايه، لان هو مش كويس، ماشي؟ فراح قال له ايه، قال له انت من الاب لو انت مفيش تحسن لغاية بالليل هيروحوا فين؟ المفروض ان هو من الافضل ان هو يروح للدكتور، تمام؟ ده مين اللي قال كده؟ اللي هو الدادي. انا دلوقتي خلي بالك، انا دلوقتي عندي دلوقتي 3 اقتراحات، ماشي؟ ركز معايا كده بس، ماشي؟ عندي ايه؟ عندي دلوقتي 3 اقتراحات. اول حاجه جراندما قالت له ايه، you should drink some warm tea، ماشي؟ انما المذر قالت ايه، ان هو ايه، ان هو I will use a cold towel in your head to reduce the temperature of your body، ان هي تستخدم المناديل المبلله دي الام، تمام. الاب قالوا ايه؟ قال ان هو لازم ان هو ياخده للايه، to the doctor، ان هو ياخده للدكتور، ماشي؟ تمام. دلوقتي انا عندي 3 اقتراحات، تمام. تعال نشوف بقى في الاسئله اللي تحت. بيقول لك ان إيه، from the previous story we found some suggestion from Adam's mother, father and grandmother. In your opinion, what is the effective suggestion that was mentioned in the story to help Adam? احنا دلوقتي سمعنا اقتراحات كتير، ماشي؟ مين هو انسب اقتراح؟ مين؟ طبعا اللي هو الايه؟ اللي هو الدكتور، لان هو ممكن، هقول لك على حاجه، هو ممكن فعلا يشرب الشاي، ماشي؟ بس ما يحسنش من الايه؟ ما يحسنش من صحته، يفضل برضه ان هو تعبان، تمام؟ حلو.
ممكن ايه، ممكن ياخد الشاي ده اللي هو الدرينك مثلا اللي هو الدرينك تي، بس ايه يتعب اكتر، صح ولا لا؟ تمام. ممكن الايه ياخد، مامته تحط له اللي هو الكولد تاول ده اللي هو المناديل المبلله، يتعب اكتر، صح ولا لا؟ تمام. فالانسب اقتراح ان هو يروح للدكتور يشخصه، فيعرف هو عنده ايه بالظبط، صح ولا لا؟ يبقى المفروض ان هو انسب اقتراح اللي هو الدعاء، صح ولا لا؟ يبقى they should take Adam to the doctor. ماشي. You should believe anything we see in the commercials like the one Adam saw on TV. بيقول لك هنا ايه، احنا يجب علينا ان احنا نصدق اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه لو ظهر في التلفزيون عن الكوميرشالز اللي هو الاعلام، فولس طبعا. تمام. When you feel tired, the right thing to do is to make to take any medicine you have. يعني انت لو انت tired، تعبان، ماشي، تاخد اي دواء عندك، فولس طبعا، صح ولا لا؟ تمام. بيقول لك هنا ايه بقى، read the following story then arrange in the correct order. يعني ايه دلوقتي، هنا جايب لك كذا sentences، جملة طالب منك تعمل لها arrangement، ترتبها، ماشي. تمام. فتعالى نقرا الاول. بيقول لك هنا ايه، I will make you some hot mint drink that will relax your stomach. mint اللي هو النعناع، اللي ام بتقول له انا ممكن اعمل لك ايه، نعناع سخن عشان ايه يريح مثلا معدتك، خلاص ماشي. Mom, I feel so tired. مين اللي بيقول كده؟ son. What do you feel؟ الأم بقى، My stomach hurts. معدتي بتوجعني. تمام. I will drink it, Mom, and I hope it will make me feel better. أنا بيقول أنا هشرب وأتمنى إن هو إيه يحسن من صحتي شوية، ماشي. I feel so tired today. ماشي. Thank you, mom, for helping me feel better. طب أول حاجة هو عملها، ماشي. Second step المفروض إن هو إيه؟ إن هو هيروح يقول للمامته إن أنا تعبان، تمام. بعد كده third step الأم هتقول له إيه؟ هتقول له إن هو إيه؟ هتعتمد له اللي هو المنت درينك اللي هو النعناع. بعد كده I will drink it, mom. يبقى دي رقم 4. وبعد كده قال لها thank you. ماشي. بيقول لك هنا ايه، بعد احنا عملنا arrangement للستوري دي، خلاص هنعمل ايه، complete the following according to the story. ماشي. احنا كنا خدنا ان انا عند الستوري لازم يكون فيها 3 parts مهمين قوي، اللي هي beginning والmiddle والend، صح ولا لا؟ تمام. احنا عايزين نعرف الاول، احنا دلوقتي احنا رتبناها، صح؟ طيب عايزين نعرف انهي جزء من اللي احنا خدناه ده اللي هو الميدل والاند والبيجيننج اللي هي البدايه والنهايه، ماشي، والايه والمقدمه الانترودكشنز، خلاص. تمام. اول حاجه البدايه عندي كانت ايه، عندي اللي هي رقم 1 ان انا ايه I feel so tired، يبقى دي رقم 1 اللي هي البيجيننج. بلس ايه كمان ممكن نقول ايه البيجيننج، اللي هي رقم 2، صح ولا لا؟ تمام. دي بنقول عليها البيجيننج اللي هي البدايه، ماشي. تمام. بعد كده middle of story اللي هي الاحداث بقى اللي عندي، اللي هي رقم كام؟ 3 و4. تمام. 3 و4. بعد كده النهاية الإند اللي هو قال لها إيه؟ Thank you mom for helping me. يبقى دي رقم 5. ماشي. بعد كده بتقول إيه؟ True or false, hot mint drink will calm the stomach. تمام. بتقول إيه؟ بيقول لك هنا لما شرب اللي هو المينت درينك اللي هو النعناع خلى بطنه ان هي تهدى شويه، ترو، صح، لان هو شكرها، يبقى معنى كده ان هو جاب ايه، جاب مفعول معاه. تمام. ماذر ميكس ا كولد درينك فور هير، مش عارفه دي ايه، تو ميك هيم فيل بيتر. تمام. هي بتساله، بتقول له هنا ايه، بتقول له ان الام، هنا الام عملت دي كيدز، عملت لابنها، ماشي، إيه كولد درينك، غلط، المفروض ايه هوت درينك، صح ولا لا؟ كان مشروب سخن اللي هو المينت درينك، صح ولا لا؟ يبقى ده فولس.
تمام، تعالى نشوف بقى اللي بعده بيقول ايه. تمام، هناخد مع بعض دلوقتي ليسون 2. ماشي، ليسون 2 بيعتمد على ان في 3 كلمات مهمين جدا، يعني اساس الليسون ده لازم تكون عارفهم. ايه هما؟ حاجة اسمها فاكت وبينيو فيكشن، تمام، الحقيقة والرأي والخيال. يعني ايه برضو؟ تعالى نعرف مع بعض. بيقول لك هنا ايه، هنقرا الستوري دي وبعد كده نجاوب على الاسئله. ماشي، انا عندي الحوار ما بين ادم وما بين فاذر. ماشي، ادم فاذر جود مورنينج سان، ار يو فيلينج بيتر ناو؟ بيساله بيقول له ايه، بيقول له انت كويس دلوقتي؟ راح ادم رد عليه قال له ايه، جود مورنينج داد، اي فيل بيتر، ثانك يو. بعد كده فاذر يو شود هاف جون تو ذا دكتور ماي سان. يس داد، بات اي ثينك مام اند جراندما كولد مي كولد هيلب هيلب تو مي. يعني ايه؟ هو بيقول له هنا الاب بيقول له انت لازم تروح للدكتور، فراح ايه ادم قال ان مامتي برضو، وان الراي اللي هم قالوه اللي هو مامتي وجدتي، من حيث ان هو ايه، ان الام قالت يو شود درينك سام وورم تي، صح ولا لا؟ حلو، والام راحت قالت له ان هو ايه يستخدم اللي هو الايه الكولد تاول، صح ولا لا؟ فهو بيقول ان الاقتراحين دول برضو ممكن يساعدوني. فراح ايه ده قال له ايه، probably son but everything your mom and your grandma said is just an opinion or fiction but going to the doctor is important that it is a fact. يعني ايه بيقول له هنا، بيقول له هنا ان ممكن يكون الاقتراح اللي اقترحته المام والجراندما ممكن يكون يا اما opinion، يا ممكن يكون يا اما رأي، يا اما fiction، يا اما ممكن يكون يا اما خيال، بس انك تروح للدكتور دي حاجه فاكت، دي حاجه حقيقيه. فراح ادم قال له ايه، I can't understand that. What is the meant by fiction, fact, opinion in your words? هو بيقول له مش فاهم الكلام اللي انت بتقوله ده، اللي هو ال3 كلمات اللي هو بيعمل يقولهم. فراح ايه داد قال له ايه، fiction is something told or written and it is not true. يعني ايه، هي حاجه بتقولها يا اما حاجه بتكتبها، بس دايما ما بتكونش حقيقه. يعني ايه؟ يعني مثلا اداله اكزامبل، قال له drink warm tea which make your ايه throat feel bitter. يعني ايه؟ يقول لك انك تشرب شاي سخن، ده ممكن ايه يحسن من الايه من زورك، من الوجع اللي في زور عندك، صح ولا لا؟ دي حاجه ملهاش دليل، ماشي، دي حاجه من الخيال، لان انا ممكن اشرب الشاي ده ماشي ومش هيحسن ايه، مش هيحسن الوجع برضه، صح ولا لا؟ فدي حاجة من الخيال، ما فيش أي دليل علمي على الكلام ده. خلاص، زي مثلا ممكن أقول لك هنا إيه، ممكن أديك إكزامبل تاني. قلت لك مثلا the cat can be fly. هل أنت شفت قطة بتطير قبل كده؟ لا طبعا، دي بنقول عليها إيه، بنقول عليها فيكشن، حاجة من الخيال، بتبقى دايما حاجة imagination، بتبقى حاجة is not true، حاجة مش حقيقية، خلاص ما بتبقاش صح. ماشي، تمام. بعد كده الفاكت is anything that is true. الفاكت دايما بيكون حقيقة and can be proven or verified just like your visit to the doctor to feel better. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هنا ان الفاكت الحقيقة ان هي بتكون حقيقة مؤكدة ولازم تكون معاها دليل. يعني وليكن انك تزور، انك تروح للدكتور عشان الدكتور يشخصك، دي حاجه فاكت، دي حاجه حقيقيه، دي احنا متفقين عليها، هو الدكتور اللي هيكون ادرى بيك، فاحنا يعني هو الدكتور هو اللي هيكون دارس وعارف انت هيكون عندك ايه بالظبط، صح ولا لا؟ دي بنقول ايه، دي بنقول عليها فاكت، دي بنقول عليها حاجه حقيقيه. ماشي، ناخد اكزامبل تاني برضه عشان تعرف يعني ايه كلمه فاكت. ماشي، مثلا اقول لك ايه، مثلا اقول لك بي is the second letter in the alphabet. ان حرف البي ده الحرف الثاني في الالفابيت، دي حاجه فاكت ولا مش حاجه فاكت؟ يعني دي فعلا دي حاجه فاكت، دي حاجه حقيقيه، ودي احنا كلنا عارفينها، ان الحرف البي ده ثاني حرف موجود في الالفابيت، صح ولا لا؟ اقول لك the sun is hot، ان الشمس بتبقى hot، دي حاجه ايه، دي حاجه فاكت، دي حاجه scientific، دي حاجه علميه، صح ولا لا؟ تمام، يبقى دي بنقول عليها فاكت. تمام، يبقى احنا دلوقتي عرفنا الفيكشن، عرفنا الفاكت. طب تعال نشوف الاوبينيون، is what one person believes or feels, just like using a cold towel in your head to reduce a high temperature of your body. تمام، الاوبينيون اللي هو الرأي، ان انت حاجة بتقولها اعتقادا منك او حاجة شعور انت بتحسه. زي ايه مثلا؟
اقول لك مثلا اقول لك مثلا the cake is delicious. انا بقول لك ان الكيك ده طعمه جميل جدا، انت ممكن تاكل الكيك ده وما تلاقوش ايه، وما تلاقوش طعمه حلو، ما يعجبكش، صح ولا لا؟ بس ده رايي انا، ده اللي ده بنقول عليه ايه، بنقول عليه الاوبينيون. تمام. فاللي كان فكانت الام بتقول ان احنا ايه نستخدم اللي هو الكولد تاول، ماشي، إيه عشان يقلل من درجه حراره جسمه، ماشي تمام. هو ممكن فعلا يقلل وممكن ايه ما يقللش، صح ولا لا؟ يبقى ده كان رايها، صح ولا لا؟ يبقى الاوبينيون ممكن يبقى ترو، ممكن يبقى لا. يعني انا عندي الاوبينيون ده 50%، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، خلاص. انما الفيكشن، الفيكشن دايما ايه، دايما بيكون غلط. الفاكت دايما بيكون ترو، حاجه بتكون حقيقيه ولازم يكون فيها بروفن دليل، ماشي تمام. طب تعالى نحل مع بعض عشان نثبت الكلام ده شويه. The heart pump blood، انا عندي القلب بيضخ الدم، دي حاجه فاكت ولا فيكشن ولا اوبينيون؟ لا دي حاجه حقيقيه يا ميس، دي فاكت. ماشي. I can see in the dark، انا اقدر اشوف في الضلمه، دي فاكت؟ لا طبعا، احبس نفسك كده في الاوضه واقفل على نفسك الباب وما تشغلش اي سورس اوف لايت. شوف كده هتقدر تشوف في الضلمه؟ كورس نوت، لا طبعا، صح ولا لا؟ يبقى دي مش فاكت. تمام. دي فاكت، دي ايه، دي فيكشن، دي حاجه من الايماجينيشن، حاجه من الخيال، صح؟ تمام. winter is the best season، الشتاء ده افضل سيزون، افضل موسم عندي. طب ما ده ممكن يكون رأيك انت، بس انا مثلا بالنسبه لي مثلا ممكن يكون السمر ده بالنسبه لي، ان انا السمر ده بالنسبه لي ده احلى حاجه، صح ولا لا؟ يبقى ده opinion. تمام. commercial are always true، الاعلانات دايما بتكون true. انت بقى دي هتجيبها تحت في الكومنت، خلاص شوفك بقى انت فاهم ولا لا. there are four seasons in years، انا عندي four seasons في السنه، دي حاجه fact ولا fictional opinion؟ طبعا دي حاجه fact، احنا متفقين على الكلام ده. I am faster than a cat، أنا أسرع من القطة. فولس طبعا، غلط ولا لأ؟ ماشي. لو أنا كبيرة مثلا، لو أنا كبيرة مثلا، ماشي، هل أنا هكون أسرع من القطة؟ لأ طبعا، أنا هكون أسرع منها. ماشي. Ice is a salt، الأيس حاجة صلبة، دي حاجة fact ولا fictional opinion؟ حاجة fact طبعا، حاجة حقيقية. There are 20 months in years، دي حاجة فاكت. تمام. ocean is larger than sea، المحيط أكبر من البحر، دي حاجة فاكت. I think Africa is beautiful، دي opinion، ممكن تكون بالنسبة لك أنت. red shoes، red shoes are better than white shoes، ده opinion برضه. the doctor discovered COVID-19، دي حاجة فاكت، حاجة حقيقية. تمام. يبقى احنا دلوقتي قدرنا ان احنا نفرق ما بين الفاكت والفيكشن وما بين الاوبينيون، خلاص. ماشي. نقط is what one person believes or feels، دي الايه اللي هي الاوبينيون. ماشي. is anything that is true، هي اي حاجه بتبقى حقيقيه، can be proven، ممكن انا اثبتها، اللي هي الايه طبعا، اللي هي الفاكت. is something told or written and is not true، اللي هي الايه، الفيكشن. Opinion is anything that is true and can be proven, proven or verified. False طبعا، مش ده اللي ناخد الفاكت. Fiction is something told or written and is not true. مش drink warm tea is considered as fiction. Going to the doctor is considered as fact، حاجة حقيقية. Using a cold towel on the head is considered as ايه بقى؟ هتبقى ايه؟ فكر كده معايا، هتبقى الاوبينيون. ماشي. بعد كده عندي fact opinion fiction، وهنعمل image. بيقول لك هنا ايه، jump group rope is the most fun a way to exercise، نط الحبل ده يعتبر حاجة ممتعة جدا عشان تقدر تعمل exercise. ده اوبينيون، ده رأيي انا، ممكن انا استخدم الحبل ده ما يعتبرش فان بالنسبة لي، صح ولا لا؟ تمام. دي هتجاوبني تحت، ودي برضه هتجاوبني تحت في الكومنت. ماشي. سكان بروتكت اور باث، السكان الجلد بيحمينا، دي حاجة فاكت، دي حاجة حقيقية فعلا. ماشي. eating sugar cookies will make me as strong as superhero، ان انا اكل سكر كتير، ماشي، ده هيخليني سوبر هيرو. فولس طبعا، انا ممكن اكل سكر كتير ويضرني، صح ولا لا؟ حلو. يبقى دي ايه، ده فيكشن، دي حاجه نوت ترو،
ماشي. بعد كده بيقول لك هنا ايه، getting enough sleep is important to my health. facts طبعا. eating healthy food is the best thing you can do for your body. دي برضو ايه، fact. ماشي ماشي. بعد كده بيقول لك هنا ايه، ركز معايا بقى. from the previous stories we found that Adam's father encouraged him to go to the doctor to treat his throat and that we consider as fact. طبعا انك تروح للدكتور دي تعتبر ايه، حاجة fact. تمام. بيقول لك هنا ايه، how can a doctor help me. a doctor ask questions what about how you are feeling or how you get injured. He often takes your body temperature and your body weight. نقف لغاية هنا. انت لما بتروح للدكتور بيسألك كذا سؤال، أول حاجة بيشوف درجة حرارة جسمك وبيشوف وزنك الويت، تمام، وبيسألك أنهي جزء من جسمك بيكون اللي بيكون بيوجعك، تمام. ماشي. بعد كده he also closely examines the part and then tells you what is wrong and what medicine you should take to the feel better. يعني ايه، وفي الاخر خالص بيكتب لك على الدواء اللي انت المفروض هتاخده، تمام. ده مين ده، اللي هو الدكتور، تمام. source of information treatment fact fiction opinion. تمام، هو جايب لك هنا تقول لي هنا اني واحد بقى fact وfiction opinion، وتقول لي مين اللي قال كده، وتقول لي كل واحد قال ايه. يعني مثلا in cold town مين اللي قال كده، مام، صح ولا لا، مامة ادم. تمام، حلو جدا. ده يعتبر ايه، فاكت ولا فيكشن ولا اوبينيو؟ لا طبعا اوبينيو. تمام. grandma قالت ايه، ان هو you should drink some tea، صح ولا لا؟ تمام، ده يعتبر فيكشن. تمام. going to the doctor مين اللي قال كده، dad، صح. ماشي، ده يعتبر ايه، فاكت. ماشي. يقول لك هنا ايه، which treatment you do you think Adam should choose and why. انهي حاجه من دي المفروض ادم يعني يختارها من دول التريتمنت، المفروض ان هو يروح للايه، going to، يعني to the دكتور، صح. طبعا انا الفرع بس بتعلق مني، بس انت عشان الكتابه بالقلم هتكون بالنسبه لك احسن. مش because، ليه، لان هي it's fact، حاجه حقيقيه. ماشي. تمام، احنا كده خلصنا مع بعض lesson 2. ماشي، تعال نشوف lesson 3. طيب ماشي، احنا عندنا lesson 3 بعنوان ايه؟ طيب تعالى ناخد مع بعض بقى ليسون 3. ماشي، عايزك تركز معايا في ليسون 3. بيقول لك هنا ايه، ليسون 3 read the following text and then answer the questions. ماشي، احنا دلوقتي هناخد باباريوس. ماشي، باباريوس ده باسم ايه، ادوين سميث باباريوس. هيجي واحد ويسألني ويقول لي هو يا ميس ادوين سميث ده الشخص ده هو اللي كتب الباباريوس؟ لا، مش هو اللي كتبها، بس هو اللي اشتراها. فعشان هو اللي اشتراها فهروح هو ايه، اتسمت على اسمه، يبقى دي اسمها ايه، ادوين سميث باباريوس. هل هو اللي كتبها؟ لا، مش هو اللي كتبها، هو اشتريها لما نزل مصر وراح الاقصر. هنعرف دلوقتي الاحداث، اشتريها من واحد اسمه ايه، اسمه مصطفى اغا، اسمه ايه، مصطفى اغا، تمام. فراحت ايه، راحوا سموها على اسمه. ماشي، بيقول لك هنا ايه بقى، ادوين سميث باباريوس it is known around the world for its descriptions. ماشي، for ancient Egyptian surgical and medical practice. يعني ايه الكلام ده، بيقول لك ان ادوين سميث باباريوس دي تعتبر، هي الباباريوس دي مشهوره جدا على العالم كله، يعني معروفه جدا. ماشي، ليه بقى، لان اللي هنعرف دلوقتي في ادوين سميث باباريوس فيها
فيها بتتكلم عن العمليات الجراحية، وازاي ان هم كانوا بيقدروا ان هم يتعاملوا مع الامراض، وازاي ان هم بيقدروا ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا في الميديكال. فهنعرف دلوقتي في الاحداث، يبقى الادوين سميث بافاريوس دي تعتبر هي بافاريوس، بس ايه العالم كله هو عارف. ماشي تمام. بيقول لك هنا ايه، this بافاريوس is date between 1500 to 1700 B.C.E. but it may be a copy of text from even earlier. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان البابريوس دي هي اتكتبت ما بين الفتره دي والفتره دي، خلاص. وبيقول لك هنا ان الادوين سميث بابريوس اللي هي البابريوس دي مش الاوريجن، مش دي الاصل. هي البابريوس اللي احنا هنتكلم عنها دي هي كوبي من الاوريجن، من الايه، من الاصل. يعني ممكن يكون في حد راح جه وراح نقلها، ماشي، نقلها مثلا في بابريوس تانية، ماشي، اللي هي الايه، اللي هي الادوين سميث بابريوس. يعني الادوين سميث بابريوس دي مش الاوريجين، دي مش الاصل، دي كوبي. ماشي تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه، it is not clear whether Imhotep himself or his student or followers wrote this papyrus. يعني ايه؟ يعني هم مش عارفين هل المحاطب ده هو اللي كتبها، ماشي، شخص يعني من الشخصيات اللي كانت موجودة زمان، هل هو أم الحطب هو اللي كتبها بنفسه، ولا واحد من طلاب الستودنت، ولا واحد من تبعه اللي هو أم الحطب، مش عارفين الكلام ده. طب يقول لك هنا إيه، أم الحطب may have identified and treat over 200 disease in his lifetime. يعني إيه؟ بيقول لك إن أم الحطب ده، ماشي، اكتشف حوالي أكتر من 200 مرض، وقدر ان هو يعالجه في فترة حياته. ماشي. His scientific approach to illnesses and injury eventually become a foundation for modern medical fields. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي بسبب أم الحطب ده ليه فضل كبير جدا على الطب الحديث اللي موجود دلوقتي، لان أمنحتب ده كان ليه انجازات كتير جدا في مجال الميديكال. تمام. فهو يعتبر هو اللي كان يعتبر هو النقطه، واحنا اللي جينا كملنا عليها، فاهمني؟ تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه، this papyrus named by this name related to Edwin Smith who put the papyrus in Luxor in 1862 from Egyptian merchant named مصطفى آغا. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هنا البابيروس دي هي اتسمت على اسم واحد اسمه ادوين سميث. تمام. ليه اتسمت على اسمه؟ عشان هو اللي اشتراها لما راح الاقصر في الوقت ده، واشتراها من راجل تاجر اسمه مصطفى ايه؟ مصطفى، من مصطفى آغا، ميرشنت نيم مصطفى آغا. تمام. يبقى احنا كده عرفنا الهيستوري بتاعها، الاحداث سوري الوقت بتاعها والاحداث والتاريخ بتاعها. ماشي، تعال نشوف بقى المحتوى بتاعها. بيقول لك هنا ايه، it describes almost 100 terms for body parts. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الادوين سميث بابريوس دي، ماشي، المحتوى بتاعها، الكونتنت بتاعها فيها حوالي 100 مصطلح بيتكلم عن اجزاء الجسم. تمام، دي أول حاجة لازم نعرفها. It describes at least 48، ماشي، 48 injuries and a ways to treat them. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن البابريوس دي فيها حوالي 48 إصابة، بيتكلموا عن 48 إصابة وطريقة التريتمنت اللي أنا إزاي بعالجها. ماشي، بيقول لك بقى إيه، where every injury is described with the treatment and likely outcome and notes. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك هنا ان هو لما كانوا بيكتبوا في البابريوس دي الانجري اللي هي المرض، ماشي، كانوا طبعا بيقولوا التريتمنت، العلاج، بلس كمان لو في اي ملاحظات نوتس كده بيكتبوها كده جنبيها، خلاص. تمام. The examinations described by the papyrus follow a process similar to modern doctors as follows. يعني ايه الكلام ده؟ احنا لما كنا اتكلمنا عن ليسون 2، ماشي،
كنا عرفنا ازاي how can a doctor help you، ازاي الدكتور بيبدأ ان هو يساعدك. عرفنا ان هو بيبدأ يعمل examinations، بيبدأ ان هو يفحص الجزء اللي هو ايه موجود في جسمك بيوجعك، بيشوف التمبريتشر، بيشوف الويت بتاعك، بيسألك بالظبط انت تعبان في ايه، ايه اللي الجزء اللي بيكون تعبك صح ولا لا. هو بيقول لك بقى ان زمان في الانشنت ايجيبشنز كانوا بيعملوا برضو نفس الكلام، ماشي؟ فبيقول لك هنا ايه بقى، the people are asked where they feel pain or where it hurts. يعني كانوا بيسألوا people، ماشي، الناس ايه الجزء اللي بيوجعك، ايه الجزء اللي انت حاسس انه بيوجعك او بيأذيك. فهو كانوا بيسألوا الأسئلة دي. These equations are followed by an examination of the injury where possible. وبعد كده بيعملوا ان هم examination، بعد ما بيسألوهم يبتدوا ان هم بقى ايه يشوفوا الجزء اللي وجعهم فين. تمام. A likely outcome is recorded after every enter. بعد كده طبعا اي انجري، اي مرض لما كانوا بيعرفوه كانوا يعني لازم يعملوا ايه ريكوردد، ان هو يبداوا ان هم يسجلوا الداتا بتاعته، يسجلوا المعلومات عنه، يبتدوا ان هم يوصفوا الاصابه دي او الجزء اللي موجود في الانجري ده، وبعد كده يشوفوا التريتمنت، يشوفوا العلاج. فده بيعملوا ايه، بيعملوا ريكورد، ان هم يبتدوا لازم يسجلوا الحاجه دي. تمام. تمام. بس بيقول لك هنا ايه، each record beginning with the phrase an ailment I will handle, an ailment I will fight with, or an ailment for which nothing can be done. يعني ايه؟ يعني قبل ما يبتدوا ان هم يسجلوا عن الانجري دي اللي هي المرض، لازم يكتبوا كده جملة كده، ماشي؟ ايه الجملة؟ ان هو الجملة دي بيقول لهم هل هم هيقدروا ان هم يحاربوا المرض ده، هل مثلا هيقدروا ان هم يواجهوه، هل مثلا لو هم مش هيقدروا برضو ان هم يكتبوا الجمل دي. تمام. كانت جمل كده تعتبر introductions، ماشي. بعد كده ماشي، بعد كده جايب لك الكويشنز، سوري الكويشنز، الاسئله هنجاوب بقى مع بعض. نقط is an ancient Egyptian medical text. اني بقى اللي احنا كنا عاملين نتكلم عنها، اللي هي ادوين سميث بابايروس، صح ولا لا؟ ماشي. ادوين سميث put the papyrus from، اشتراها من مين؟ اشتراها من واحد اسمه مصطفى اغا، صح ولا لا؟ تمام. in 1862. ماشي. ادوين سميث بابايروس is dated between نقط b dot c dot e، اتكتبت في فترة ايه؟ طبعا ايه. ماشي. إدوين سميث بابايروس describes almost no terms for body parts. ماشي. في البابايروس دي كان فيها كام مصطلح بيتكلم عن أجزاء الجسم؟ 100. تمام، يبقى دي 100. تمام. إدوين سميث بابايروس named by this name related to، اتكتبت نسبة لاسم مين؟ إدوين سميث. إدوين سميث بابايروس described at least نقط ايه injuries and ways to treat them، كان فيها حوالي كم إصابة والعلاج بتاعها كان حوالي كام؟ 48. ماشي. نقط may have an identified and treated over 200 diseases. مين بقى، مين اللي قدر حوالي ان هو يكتشف حوالي من اكتر من 200 مرض، وقدر ان هو يشوف التريتمنت العلاج بتاعها؟ المحطب طبعا. مش بعد كده بيقول لك هنا ايه، ادوين سميث بابايروس describes almost 400 terms for body parts. خلص طبعا، هو كان مش كان خالص الرقم ده، كان 100. مش بعد كده ادوين سميث بابايروس describes at least 48 injuries and ways to treat them. True. مش انت اللي هتقول دي بقى، وقول لي true ولا false. تمام. ماشي، تعال نشوف بعد كده في الاكتيفيتي ده بيتكلم عن ايه. ماشي. ماشي. بعد كده بيبدأ ان احنا نعمل اكسبيرمنت مع بعض. هنبدأ نعمل ايه اكسبيرمنت مع بعض؟ الاكسبيرمنت دي هنعرف فيها احنا الستبس بتاعتنا ايه، ماشي، ونعرف منها الكونكلوجن والاوبزرفيشن. تعال نشوف مع بعض.
تمام، تعالى بقى نشوف مع بعض. بس قبل ما نعمل الاكسبيرمنت دي، بيسألك سؤال وبيقول لك هنا why washing our hands is such a big deal to our health. Health يعني بيقول لك ليه غسل الايدين تعتبر حاجة مهمة جدا في حياتنا. Medical knowledge today is based on facts from provable evidence. We identified facts in science and medicine by looking at evidence. دلوقتي احنا عارفين ان غسل الايدين ده يعتبر حاجة فاكت، حاجة علميا، صح ولا لا؟ حلو جدا. فده لازم، احنا لازم نعرف ليه اهميته، ليه هو ليه اهمية في حياتنا. ده هنعرفه دلوقتي في الايه، في الاكسبيرمنت. خلاص تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه، let's do an experiment to know this germs can be spread by touching thing with dirty hand. ماشي. This is why it is important to wash our hand regular. يعني ايه؟ بيقول لك هنا في الاكسبيرمنت دي، ماشي، اول حاجة هنعرف ان الجراثيم بتنتشر في ايدينا لما تكون ايدينا تكون ايه؟ dirty hand، ايدينا مش نظيفة، ماشي. فهنحتاج ايه في الاكسبيرمنت دي؟ اول حاجة هنحتاج 2 slices of fresh bread، هنحتاج شريحتين من العيش، بعد كده 2 plastic bags، ماشي، وكيسين من دول. بعد كده step رقم 1، hold one slice of the bread with your dirty hand. Then put it in a plastic bag and write dirty hands on it. يعني ايه؟ هتجيب انت ايديك مش هتكون نضيفة، خلاص؟ وهتمسك اللي هو السلايز، يعني واحد بس من السلايز من العيش. وبعد كده بعد تمسكه حطه بقى في اللي هو البلاستيك باك، خلاص؟ تمام. second step، wash your hand very well with soap and water. هتعمل ايه؟ هتغسل ايدك بالصاب، بالايه؟ بالصابون. بعد كده touch the other slides of the bread with your clean hand. ايدك طبعا هتكون نظيفة، صح؟ تمام. Then put it in the other plastic bag and write clean hands. يعني ايه؟ on it. يعني ايه؟ انت ايدك هتكون نظيفة بعد انت ما غسلتها. هتجيب العيش اللي هي الشريحة التانية، السلايز التانية، هتمسكها، وبعد ما تمسكها هتحطها في البلاستيك باج التانية، وتكتب عليها clean house، سوري clean، سوري clean hand، ودي هتكتب عليها dirty hand. خلاص تمام. بعد كده بيقول لك هنا ال observation، after a few days mold start forming on the slice on of the bread this that is touched by dirty hand. بعد فترة short period of the time هتلاقي ان العيش اللي كان ان هو كان مكتوب عليه dirty hand اللي انت مسكته بايديك وهو مش نظيفة، بدأ ان هو يتكون حاجة اسمها mold. mold اللي هو اللي هو العفن، عفن الخبز يعني، ماشي. تمام، بدأ العيش يبوظ يعني، ماشي. Well, the other slice of bread is still clean and there is no mold. والعيش اللي هو كان نظيف ما فيهوش مولد، يعني ما عفنش، ماشي. تمام. ال conclusion بقى نستنتج ايه بقى؟ Wash your hands with the water and soap to avoid getting sick. بيقول لك لازم تغسل ايدك، ماشي، بالميه وبالصابون عشان ما عشان ما ما, ت... ما تمرضش. خلاص ماشي. بعد كده بقى تعالى نجاوب مع بعض. بيقول لك هنا ايه، complete in this activity نقط appears on the dirty slides of the bread. حاجه ظهرت في العيش، في العيش اللي كان dirty اللي هو كان مش نضيف. ايه اللي ظهر؟ mold. ماشي. نقط our hand is very important to avoid getting sick. مش ايه بقى، wash our hand، لازم نغسل ايدينا كويس جدا. مش هنجاوب يا اما بني yes or no. ماشي. you should eat food with the dirty hand. no طبعا. مش washing our hand with water only is enough. no. مش we should wash our hands with water and soap regular. yes. Grams are found on our dirty hand. Yes. ماشي، انت هتقولي رقم 5 تحت في الكومنت، تمام؟ Why mold appear on the dirty slides on the bread؟ ليه المولد اللي هو العفن ظهر في العيش اللي كان dirty؟ ليه؟ Because we touch
eat with no at hand clean ولا dirty؟ dirty طبعا. تمام، احنا كده خلصنا مع بعض lesson 3، تعالى ناخد lesson 4 مع بعض. تمام، دلوقتي هناخد مع بعض lesson 4. باباريوس الثانية بتتكلم عن ايه بقى؟ ذا ايبرس باباريوس. الثانية كان اسمها ادوين سميث باباريوس، انما دي ايبرس باباريوس. تمام، طبعا نفس الكلام، مش هو اللي كتبها انما هو اللي اشتراها، فراحت ايه اتكتبت على اسمه. ماشي ماشي. بعد كده بقى بيقول لك هنا ايه، ايبرس باباريوس اتس ان انشنت ايجيبشن ميديكال باباريوس. يعني الباباريوس دي بتتكلم عن الايه، عن الميديكال، عن الطب، زي ما برضو الادوين سميث برضو كانت بتتكلم عن الميديكال، صح ولا لا؟ تمام، بيقول لك this papyrus may have been created between 1550 to 1536 B.C.E. It is about the same age as the Edwin Smith papyrus. يعني ايه؟ نفتكر كده مع بعض، احنا لما كنا بنقول كده ان البابريوس اللي هي الادوين سميث، بص كده معايا، هي اتكتبت في الفتره دي، صح ولا لا؟ حلو ماشي. والابرس بابريوس كتبت في الفتره دي، صح؟ يبقى الادوين سميث كتبت في الفتره دي، صح؟ ركز معايا. واللي هي الابرس بابريوس كتبت في الفتره دي، يعني تعتبر برضو في نفس الوقت، الفرق مش كبير، في نفس الايه، في نفس الوقت. تمام تمام يبقى هما كتبوا في نفس الوقت، مش في نفس الفتره. يعني this papyrus named by the by this name related to the famous Egyptologist George Ebers. بيقول لك هنا ان هي كتبت نسبه لواحد كان اسمه جورج ايبرس، فراحوا سموها ايه؟ إيبرس باباريوس. ماشي؟ هو بوت ات ان لوكسور ان 1873. ماشي؟ بعد كده ماشي، تعالى بقى نتكلم عن المحتوى بتاعها. It includes over 844 cures for illnesses and injuries. يعني ايه؟ يعني الايبرس بافاريوس دي فيها حوالي 842 وصفه لعلاج ومرض، انما التاني اللي هو كان الادوين سميث كان فيها حوالي 48 كان بيتكلم عن الانجري بلس التريتمنت، العلاج بتاعها. ماشي تمام. It has an entire section called the book of heart that describes how blood reaches every part of the human body through vessels. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان في سيكشنز كده، في جزء بيتكلم عن الهارت ازاي البلد بيقدر ان هو يتحرك بيتحرك يعني ازاي الدم بيقدر ان هو يمشي في الهارت وبيتحرك في الفيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه. ماشي تمام. بعد كده the other parts of the papyrus suggest some magical spells. يعني ايه؟ يعني في كان في جزء في اللي هي الابرس بابريوس دي كان بيتكلم عن الميجيكال اللي هو السحر. ماشي، باعتقاد يعني ان السحر يعني ممكن يساعدهم في علاج الامراض. يعني this papyrus has four scientific and magical ways to identify and cure disease. وبيقول لك يعني البابريوس دي فيها جزء بيتكلم عن الساينتفك، عن الميديكال اللي هو الطب، وفي جزء تاني بيتكلم عن الميجيكال اللي هو الايه، اللي هو السحر. ماشي. in this papyrus one cure for headache. بيقول لك في البابريوس دي بيتكلم عن وصفة لعلاج اللي هو الهيدك اللي هو الصداع. فكانوا بيعملوا ايه؟ mix the following material together. كانوا بيجيبوا كده material ان هم يخلطوها ببعض. ماشي، زي الايه اللي هو السيد والفلاور والانجريدينتس with water then apply the mixtures to the head. يعني كانوا بيجيبوا ايه، كانوا بيجيبوا السيد وكانوا بيجيبوا الفلاور
وكانوا بيخلطوها بقى بالووتر بالميه، وبعد كده يحطوا الخليط ده على المسدس ده محمد على الراس، بيعتقدوا ده ان ده كده هيعالجهم من الايه، من الصداع يعني. هيربس، يبقى كانوا بيجيبوا الهيربس اللي هو العشب والسيد والفلاور، وكانوا بيجيبوا الووتر ويعملوه ميكس كده مع بعض، والميكس ده اللي هو الميكسرز ده في الاخر كانوا بيحطوه على الايه، على الراس. دي وصفه علاج الايه، الهيدك اللي هو الصداع. ماشي تمام. بعد كده بقى تعالى نجاوب مع بعض. بيقول لك هنا ايه بقى، جورج ايبرس was a famous Egyptologist who wrote this papyrus. يعني الشخص ده اللي هو اسمه جورج ايبرس هو ده اللي كتب البابيريوس دي، وولز طبعا هو ايه، فوت هو اللي اشتريها تمام، انما مش هو اللي كتبها. ماشي. بعد كده ايبرس بابيريوس، انت اللي هتقول لي بقى دي في الكومنت اللي تحت. ادوين سميث بابيريوس اند ايبرس بابيريوس ار سيميلر ان everything فولز. ماشي. إيبرس بابيريوس and إدوين سميث بابيريوس were nearly created in the same age. صح طبعا، الاتنين اتكتبوا في نفس الوقت، ماشي في نفس الفترة يعني. إيبرس بابيريوس may have been created between، اتكتبت في فترة ايه؟ طبعا ايه؟ إيبرس بابيريوس includes over cures for illnesses and injuries. كان فيها حوالي كام وصفة للعلاج؟ إيبرس بابيريوس has an entire sections called، كان في سيكشن كده بيتكلم عن الهارت ولا البون ولا البرين؟ الهارت طبعا. ماشي. ايبرس بابيريوس named by this name related to ايه، جورج ايبرس، اتكتبت نسبة ان كان في واحد اسمه جورج ايبرس. تمام. بعد كده بقى ركز معايا في الاكتيفيتي ده دلوقتي، هيعمل كومباريزون بتوين ما بين اللي هو الادوين سميث بابيريوس والايبرس بابيريوس، هيعمل مقارنة فيهم من حيث السيميلاريتيز ومن حيث الديفرنسز ومن حيث ان هما بيتشابهوا ايه وبيختلفوا في ايه. خلاص تمام، فركز معايا في الحتة دي. دلوقتي انا عندي الادوين سميث بابيريوس والايه والايبرس بابيريوس، السيميلاريتيز بيتشابهوا في ايه؟ اول حاجة الاتنين بيتكلم عن الميديكال، صح؟ يبقى it is an ancient Egyptian medical papyrus. تمام. both of them in same age، الاثنين اتكتبوا في يعني الاثنين كانوا اتكتبوا في نفس الايه، في نفس الوقت. the process of doctor examinations يعني ايه، يعني هما الاثنين كان نفس طريقة الطريقة اللي الدكتور كانوا بيستعملوها، ان كان الدكتور كان يعمل ايه، كان بيسألوا المرضى وبعد كده يشوفوا ايه الجزء اللي واجههم وبعد كده يفحصوا الكلام ده، صح ولا لأ؟ تمام. تعالى نشوف بقى الديفرنسز بيختلفوا في ايه. اول حاجه ان انا عندي اللي هي الادوين سميث بابيريوس، ماشي is related to، ماشي named by ادوين سميث، انما الابرس بابيريوس is related to by this named by جورج ابرس. تمام. تعالى نشوف الديفرنس ثانيه من حيث اللي هو الادوين سميث بابيريوس. it describes almost 100 terms for body body parts، بتحتوي على 100 مصطلح بيتكلم عن أجزاء الجسم، ماشي؟ تمام. إيه كمان؟ it describes at almost 48 injuries and ways to treatment them، بيبقى حوالي فيها 48 إصابة وإزاي نقدر إن إحنا نعالجهم. ماشي. هنا بقى كإحنا عرفنا إن عندي في sections بيتكلم عن البوك أوف هارت، وإن هو إزاي الدم بقى بيتحرك في الهارت عن طريق الفيزلز والكلام ده. تمام. تاني حاجة it includes over 842 cures and illnesses and injuries، يعني فيها حوالي 842 وصفة للعلاج، الوصفة بتتكلم عن العلاج للإصابات والأمراض. تمام. تمام. ده من حيث الايه، من حيث البابيريس اللي احنا خدناهم مع بعض. يبقى احنا خدنا دلوقتي عندي حاجة اسمها الإدوين سميث بابيريس، وخدنا حاجة اسمها الإيفرس بابيريس. تمام.